راه قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، قطعتوا لنا رزقنا، هذا شيء عيب، حرام حرام عليكم، ولادنا تشردوا، حنا كنتشردوا، هذا شيء عيب، هذا شيء حرام، انتم شادين المناصب ديالكم وكتخلصوا كتخلصوا لي صالح ديالكم دايزين 4 و5 و7 و10 المليون، ما غاديش تحسوا بالفقير، ما تحسوش بينا حنا، سي نورمال، سي نورمال ما تحسوش بينا، دعيناكم لله هو ياخذ فيكم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة العائشة نكافة حريم السلطان من أكادير. قطع الحفلة والأعراس خصوصا تنقفت في واحد الحالة يرتى لها، خصوصا بعد صدور هذا الحكم بالإعدام وهو إغلاق الحفلة والأعراس من السيد رئيس الحكومة. من هنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا السيد رئيس الحكومة يعطينا توضيح، يجلسوا معنا الطبل، عندنا جمعيات، عندنا فيدرالية اللي قدر يتحاور معها ويقول لنا علاش غلقوا غير الأعراس والمناسبات، علاش البحر ما تغلقش، علاش الطوبيس عامر، علاش الترمويات عامرين، علاش لي بيسين، علاش الأسواق، بل بانت لي كورونا كاينة غير في الأعراس، ما فهمتش. المطالب ديالنا يخرجوا مع عندنا بعدا يهضروا معنا، هو الأول يهضروا معنا ويعطينا تفسير واش كورونا كتخرج غير في الأعراس، وبغينا حتى حنا دعم كسائر الناس كلهم يدعمونا، راه صافي عامين هادي ما مدعمين ما والو، بغاو يهيكلونا حنا مستعدين للحوار، وراه تقريبا النص ديالنا مهيكل، راه الضريبه كنخلصوها، الضريبه على الارباح كنخلصوها، شنو بغاو اكثر من هكا، بغاو يهيكلوا حنا معاهم، نجلسوا معاهم، يجلسوا معنا الطابل والمطالب ديالهم على الراس والعين، حنا ما هربنا لهم حتى شي حاجه، القوانين كاع بغينا نديروها، ولكن باش يسدوا علينا هكذا ما يمكنش، لان راه الرزق ديالنا ولادنا ضاعوا، حنا كنضيعوا، الناس ديال الكراوات كيجيو يطالبونا بالكراوات، دابا الناس ديال العرابن كانوا عندنا عرابن وبدينا كنحيدوهم بشويه بشويه، جينا عاوتاني حلوا لينا في شهر 6 قالوا لك اجي تخدموا، راه ما غاديش نخدموا بين ليله وضحاها، ما يمكنش بين عشيه وضحاها بليتو، ما يمكنش نجيو غير يقول لنا حلوا سيروا تخدموا اليوم غدا غادي نخدم، راه كلشي الناس كيعطوا مهله يلا نحيدوا الناس ديال العرابن ديال العام الفايت ونجيو نشوفوا الاخرين، والعرايس اون بليس العرايس ملي تيجيو دائما تيطلب الجديد، حنا ملي سمعنا راه العرس تفتحوا هذا المجال تفتح قلنا بسم الله حتى حنا بغينا نخدموا، مشينا خضينا كريديات على الكريديات اللي كانوا، درنا شيكات على الشيكات اللي كانوا قبل، زدنا الطين بله وحطنا السي العثماني قال لك سدوا قفلوا جلسوا هو بخير وعلى خير، السالير ديالو كيدوز كسائر الوزراء كلهم، ما حاسينش بهاد الطبقه الفقيره، ما حاسينش بالوضعيه ديالنا، ما حاسينش بالنفسيه ديالنا اللي تدمرت، ما حاسين بتا حاجه، هو كيعرف غير غلق سد، ينعس تيقولها له راسو وينوض يقول لك سد، ينعس تيقولها له راسو نوض حل، كيفاش غادي يحل وكيفاش غادي يسد؟ حتى حنا بغينا نتهيكلوا، بغينا يجيو عندنا يجلسوا معنا على الطابل، والعيب الا قلنا لا ولا رفضنا، الحاجه اللي هي في الصالح العام راه كلشي بغاها، كلها الطبقه كلها انا بسميتي وبسميت النقافات كلهم والجمعيه ديال تنقاف، كنهضر بان حتى حنا بغينا نتهيكلوا، وحتى حنا بغينا القانون واللي هو قانوني بغيناه، اللي هو ماشي قانوني ما بغيناش حنا، ولكن لا دعم لا حتى ما يجيش تيحاورك علاش الحوار لا علاش؟ حنا مخلوقين هنا للحوار، الدين ديالنا ديال التسامح، يجي يجلس معنا يهضر معنا يقولنا يعطينا الرأي ديالو ونعطوه حتى حنا الرأي ديالنا ونتفاهموا بالتي هي أحسن واللي هي مزيانة نديروها، حنا عرفنا الوباء كاين، حنا ما غاديش نهربوا من الواقع، الوباء كاين ولكن كل حاجة لها حلول، كي دار الحلول الفنادق يدير الحلول الأعراس، كي دار الحلول للبحر، واش البحر غادي يشد واقف على الناس شد لهم ميترايوز؟ لا ما تقلش حدا هذا ولا ما تعنقوش أو لا بعبارة أخرى ما تبوسوش، شنو هذا؟ علاش ذاك النهار كيهضر في السيد العثماني وقال لك لا راه الأعراس ما تيجلسوش ناس على الكراسة، فين تنجلسوا حنايا؟ على الكراسة وكاين التباعد، التباعد كاين، كاينة الطبلة وجوج متر وطبلة أخرى، وحنا طلبنا حتى أن يكونوا خمسة ستة الأشخاص في الطبلة. يعني كاين تباعد والقاعة اللي كتهز 200 تهز 100 تهز 90 تهز 80 ما هربنا لهم حتى بلاصه، ملي قالوا لنا 50% رضينا ب 50%، حنا كان اوبليجيو الناس ملي تيجيو عندنا الناس تتقول لي عندي 70 الناس نقولها لا 50 الناس نخدم قانونيه، ما بغيتيش انا ما غاديش نمشي للحبس ونخلي ولادي مورايا،
وشنو بغاو اكثر من هكا يديروا لنا القوانين حتى حنا، يعطونا قوانين احترازيه نخدموا بها، راه لا بافيت كاينه، راه تعقيم، راه تباعد، ويديروا حتى حنا يديروا لنا شي. المهم هو انهم يعطونا شي حاجه باش نخدموا بحالنا كسائر المواطنين. حتى حنا راه مغاربه، وحتى حنا تنقولوا الله الوطن الملك، راه حنا ماشي لاجئين، ولكن كنشوف هذا الشيء هذا، حنا لاجئين في بلادنا، اللاجئين عايشين احسن منا، لاجئين عايشين حيت كيحنوا فيهم خوتنا، وتحنوا فيهم حتى حنا بروسنا، شكون اللي يحن فينا حنا؟ مولك راه كيسالني عامين وعندي جوج محالات، كي غادي يدير هذا مولك؟ راه هو راه كيعيش غير من ذاك الكرا اللي عاطيني انا، هذاك المحلات اللي عاطيني كاريهم انا، هو باش كيعيش هذاك السيد؟ شحال قدو يصبر عليا؟ شهر، شهرين، ثلاثه، عام، عامين، وبزاف. وهذا الوباء راه غادي وكينتشر. حنا كنطالبوا من هنا، كنطالبوا عافاك يديروا لنا حلول، يعطونا حلول، يعطونا دعم بحالنا بحال الناس كلهم. راه كنخلصوا الضرائب، ماشي ما كنخلصوهمش، عند الضرائب بغاوهم، وعند يديروا معنا الحلول ويجلسوا معنا. طب لا، علاش مالنا حنا؟ ماشي مغاربه، حنا ماشي مسلمين بلوتو كاع، حنا ماشي مسلمين، شوفوا بنا بعين الرحمه حنايا. انا ملي كنسمع التليفون كيصوني انا كنمرض، ما بقيتش كنقبل حتى التليفون يصوني. علاش؟ لان خوف. واش نردوا للناس العرب؟ واش نخدموا معاهم في الديور اللي هو تيقول لا القاعات لا، يعني غادي نضطروا نخدموا في الديور، والديور ضيقين، راه كاينين الديور اللي فيهم 50 متر، وكاينين العائله اللي فيها غير العائله ديال الرجل والعروسه ديالو فيها 60 70 واحد. راه داكشي اللي خفنا منه هو اللي غادي نطيحوا فيه. داكشي اللي خاف منه السيد العثماني هو اللي غيطيح فيه دابا. غادي نخدم، راه انا مضطره غادي نخدم وغادي نمشي للدار، لان خاصني ما نوكل ولادي، وباش نعيش وباش نجيب الدواء وباش نخلص الكرا وباش نتحرك حتى انا مع راسي، راه غادي مضطره غادي نخدم حتى انا في الدار. كيف ما بغى يكون الحال انا غادي نضطر، واخا يدوني للحبس راه عادي عندي عادي، لانني بغيت نجيب لقمه حلالا طيبا. كيفاش غادي نجيب انا هذه اللقمه العيش؟ كيفاش غندير؟ راه داكشي اللي خاف منه السيد العثماني هو اللي غادي يطيح فيه. وحنا بغينا نعرفوا غير هذه اللجنه الصحيه اللي تيقول عليها، هذه اللجنه ديال الوباء، بغينا تخرج شي نهار عندنا وتهضر وتقول لك ها اللجنه. هو تيقول اللجنه، وحنا عمرنا ما شفنا هذه اللجنه. هذه اللجنه بغينا نشوفوها، بغينا نعرفوها شكون هي هذه اللجنه، وتعطينا حنا قوانين باش نخدموا. راه هادشي اللي كيديروا فيه ما كيبغيه لا ربي ولا عبده. كاع القطاعات اللي هم الحلول الا حنا، راه الناس في بوجلود راه ضربوا الناس، راه ماتوا بالجناوه، ماتوا الناس بالجناوه. علاش؟ والسلطه كتشوف فيهم، ما كاينش اللي يهضر الا قطاع الاعراس اللي فيه كورونا، وهاد كورونا كتخرج غير بالليل، بغى يقضي بها على سيد العثماني بالليل. كومون صات في هاد كورونا كتخرج غير بالليل ما كتخرج بالنهار؟ ما فهمناش. ديروا لينا عافاكم قوانين باش نخدموا حتى حنايا. حنا راه شعب، حتى حنا راه امه ديال الناس اللي هزه، راه هزه. كاينين ناس مجازين، راه الناس معنا مجازين. كتحشم حتى تقول له اراداك التبصيل ولا سير جيب داك الصاك ولا دير، كتحشم. ناس مجازين وما عندهم ما يديروا، راه حنا هازين البطاله ديال المغرب، راه كاين البطاله بزاف، راه حنا هازين الناس. ومن هازين عليكم هذا الحمل كله هذا، وما ما كيطلبوا لكم حتى شي حاجه. واش بغيتوا مازال اكثر؟ بغيتوا تهيكلوا؟ حنا معاكم، ما قلناش لا، وراه الدوله هزه واحد الحمل كبير. نهار اللي غادي نخدم انا في قطاع غير مهيكل، ما تخلينيش نكري، ما تخلينيش ندير روجيست كوميرس، ما تخلينيش نمشي نسني ليغاليزي وريقاتي مع انني انا اش غادي ندير في ذاك المحل، غادي ندير فيه تنقف. ولا لا لا لا، ما عندكش الحق، ما ديريش هاد الدومين هذا، ما ديريش. قديت عليه نديرو يكون عنده دي باغيم ويكون عنده شي حوايج اللي هما اساسيين ديالهم، قديت عليه نديرو، ما قديتش عليه نمشي بحالي نعطى الله ما ندير. ماشي خليونا حتى غرقنا. واحد الانسان ضرب 10 سنين و20 عام و30 عام في واحد الميدان، عاد يجي يقول لك راه غير مهيكل، وشحال من عام هذا ما كانش مهيكل؟ يلا بان لكم الهيكل، عاد بانت لكم، تا جات كورونا عاد عرات على الواقع. ديروا لنا حتى حنا حل، بغينا حنا ما طلبناش شي حاجه مستحيله. قلتوا ما نخدموش، دعمونا بحال القطاعات كلهم. كلمه اخيره وماشي اخيره، كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصره يشوف في الشعب ديالو بعين الرحمه، لان هاد الناس ما داروا معنا والو. راه دابا الناس كيطالبونا بالعرب ديالهم، وانا جايه عندكم لهنايا الاستوديو تعطلت، وانتم عارفين تعطلت بان عندي ناس كيطالبوني بالعربون. انا العربون عطيته في الكرا، العربون جبت به ماتريال جديد، عربون قديت به، درت به لا مانتونونس، الماتريال ديالي كله ديال النحاس كله خسر، مسدود عليه عام ونص. كومونساس في هذا الماتريال غادي يبقى مزيان؟ ومني غادي نجيب لهم انا هذا العربون؟ واش نمشي انا في هذا لاج هذا؟ في هذا لاج غادي نمشي نقلب انا على حرفه اخرى نديرها؟ في هذا لاج هذا غادي نمشي نسعى وجهي ماشي تسعايا؟ يديروا معنا حلول ناجعه بحال اللي داروا الحلول مع الناس كلهم. حنا ما كنطالبوش نخدموا بالزز،
قلتوا ما تخدموش ما نخدموش، وشهر ثلاثة قلتوا ما تخدموش، جلسنا في ديورنا وتصنتنا مع وليداتنا ودرنا التدابير كلها كلها، أي حاجة دارتها الدولة التزمنا بها. ولكن دابا صافي فاض الكيل، صافي ما قدرناش مازال، الله غالب. حتى حنا بغينا نخدموا، ما بغيتوناش نخدموا، عطيونا حتى حنا دعم بحالنا بحال سائر الامه. راه الفنادق عامرين وعامره كوفيد، راه البحر عامر عامر كوفيد، راه الاسواق راه الناس كيتدافعوا فيها، الاسواق العموميه والاسبوعيه سيروا ليها تشوفوها، راه لي سوبر مارشي، لي سوبر مارشي كلهم عامرين، ما كاين لا بافيت لا والو. كتدخل تيقول لك دير البافيت، ملي كطلع كتهبطها، هي كتدخل تهبطها، ما كاين لا تعقيم ما كاين حتى حاجه. علاش علاش زعما بالضبط بالضبط هذا الميدان هذا اللي بغيتوا تقتلوه، وراكم قتلتوه، راكم قتلتوه، حكمتوا عليه بالاعدام وعلينا حتى حنا. كيفاش هاد الاولاد عندنا حنا اللي غيكونوا مزيانين ما يلقاو ما ياكلوا ما يشربوا؟ الدري اللي حيتيه من ليكول بريفي وديتيه العمومي، انا ما كنعيرش العمومي، ما كنعيروش حنا ولاد العموميه، حتى ولاد الحكومه راه هما ولاد العمومي، ولكن هذا عصر اخر، هذا عصر اخر. انا خدامه ما مسالياش، ما يمكن ليش نقري ولدي، وولدي وصل لواحد المستوى ما نقدرش نواكبه انا، علاش؟ خاصني نعطيه العمومي ونعطيه سوايع الاضافيه ونوفر ليه كاع الترونسبور كاع هادشي نوفروا ليه. دابا ما وفرتوش، اش غادي يدير هذا الولد؟ غيهزها وجنويه ولا هز ساكها غيضربها ولا غادي يشرقها؟ هذا هو اللي كان، وهادشي اللي بغات الحكومه. انا كنظن من انا هادشي اللي بغات الحكومه، وراه غادي تلقاه هادشي اللي بغاته، راه غتلقاه اجلا ولا عاجلا، لان هادشي اللي ولا دابا كلشي بغاها بالسهل. حنا بغينا ناكلوها بعرق كتافنا مع وليداتنا، ولكن ملي بغاوها بالسهل، والحكومه راه هي اللي دايره هادشي كلشي، هي اللي سببات هادشي، هاد الاجرام هي اللي سباتو. غادي يبداو يبيعوا حتى هما الحشيش، ويبداو يبيعوا الشراب ويبيعوا القرقوبي، واللي دايزا يشدها يشرق لها وجهها تقول لها يقول لها عطيني بورطال، هادشي اللي بغاو. ولو ان هادشي ما عمرنا كنتمناو لا لوليداتنا ولا لوليدات الناس، ولكن حنا عارنا على من راه كياكل معنا مول القزبر والمعدنوس مول النعناع، كياكل معنا الخضار، معنا الجزار، معنا مول الحوت، كيخدم معنا الخياط، كيخدم معنا النجار، يخدم معنا مول الجلد، يخدموا معنا كلشي كاع القطاعات، هما اللي النحاس، كلشي كيخدم معنا، كلشي كيخدم، وراه حنا مخدمين امه، حنا راه ما طلبناكم بتا شي حاجه، بغيتوا تهيكلونا مرحبا، ما قلناش لا، ما رجعناش اللور، ولكن جيو بطريقه او باخرى، حنا ماشي غادي نوريوكم، راه انتم تبارك الله في مناصب عليا، يعني انتم غادي تكون اصحاب القرار، انتم غادي تورونا كيفاش نديروا، وبداوا وحده بوحده. هاد الناس اللي مهيكلين، حيت فينا اللي مهيكل، اللي مهيكل ديروا لواحد الجهه، الاخر عطيوه دعم باش يتهيكل. انت عندك لا باتونت؟ عندي لا باتونت. كاريه؟ كتخلصي الضريبه هي وخدمي، ماشي انك كاريه، كنخلص ونخلص الضرائب، وفي الاخر تقولي حبسي، علاش نحبس؟ علاش؟ علاش نحبس؟ بغيت نفهم علاش نحبس؟ يخرج لينا رئيس الحكومه ويعطينا عفاك واحد القرار ناجع لينا وللدوله، ويعطينا حنا باش نخدموا بالاحترازات وبكل شيء، ما هربنا لهم حتى فين. راه حنا كنقولها ونعاود نقولها، حنا راه امه لا اله الا محمد رسول الله، راه هذا الشيء اللي كديروا راه عيب، راه قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، قطعتوا لنا رزقنا، هذا الشيء عيب، حرام حرام عليكم. ولادنا تشردوا، حنا كنتشردوا، هادشي عيب، هادشي حرام. انتم شادين المناصب ديالكم وكتخلصوا، كتخلصوا لي صالير ديالكم دايزين 4 و5 و7 و10 المليون، ما غاديش تحسوا بالفقير، ما تحسوش بينا حنا، سي نورمال، سي نورمال ما تحسوش بينا، دعيناكم لله هو ياخذ فيكم الحق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.